ما علاقة انسحاب القوات الإماراتية بما يحدث في الشارع الجنوبي؟ هل هو إعادة تموضع وانحناء لموجة السخط أم تمهيد لطي صفحة حضورها في اليمن؟ كيف وجدت الإمارات نفسها محاطة بالتهديدات والحرائق التي أشعلتها في المنطقة؟ أهلا بكم. أكدت مصادر دبلوماسية غربية وعسكرية يمنية أن الإمارات بدأت بسحب قواتها بشكل جزئي من عدن ومأرب والساحل الغربي. بحسب المصادر فإن القوات الإماراتية انسحبت لتحل محلها القوات السعودية. انسحاب مفاجئ إذن وغير مفهوم. أهداف العاصفة لم تتحقق بعد، وفوضى التشكيلات العسكرية المدعومة من الإمارات مستمرة لم تتوقف، وآخرها ما حدث ويحدث في شوا وسقطرى. مصادر دبلوماسية غربية أكدت لرويترز أن أبوظبي تفضل أن تكون قواتها ومعداتها قيد تصرفها، بالذات مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد الهجمات على ناقلات نفط في الخليج وإسقاط طهران لطائرة أمريكية مسيرة. انسحاب إماراتي متزامن مع مساعي واشنطن لتشكيل تحالف عالمي لحماية خطوط شحن النفط في مضيق هرمز من إيران. فهل ما يحدث هو تبادل أدوار بين الرياض وأبوظبي أم أنه خلاف على النفوذ في اليمن وصعد إلى الواجهة؟ بعد حملات شعبية ساخطة ضد التجاوزات الإماراتية والدور المشبوه في المناطق المحررة ومطالبات بتصحيح المسار المختل بين الشرعية والتحالف، مصادر دبلوماسية غربية أكدت لرويترز أن دولة الإمارات العضو الرئيس في التحالف تقلص وجودها العسكري في اليمن. ماذا تريد أبوظبي بهذه الخطوة؟ إعادة تموضع وانحناء لعاصفة الرفض والسخط الشعبي المتصاعد لأعلى أطر الشرعية؟ أم أنها ضمنت تحقيق أطماعها عبر أدواتها وتشكيلاتها العسكرية التي أنشأتها وتدعمها في مختلف المناطق المحررة وأطلقتها لالتهام الأرض من تحت الشرعية؟ آثار الشغب والفوضى التي تقودها أبوظبي في شبوة وسقطرى لا تزال قائمة وقابلة للتصعيد في أقرب فرصة، ولغة التحرير والتحشيد ضد الشرعية لا تزال هي السائدة لدى وسائل إعلامها. سحبت الإمارات بعضاً من قواتها ومعداتها العسكرية وفي مقدمتها منظومة الباتريوت من عدن والساحل الغربي وصرواح لتحل مكانها السعودية. ما يحدث بدا للبعض إنه جولة تصعيد للتنافس السعودي الإماراتي في اليمن على النفوذ، التنافس الذي تحول إلى صراع أجندات وقابل للتطور لمستوى الإزاحة وكسر العظم. في حضرموت صورة من صور الصراع الإماراتي السعودي، فبعد دعوة عيدروس الزبيدي عصى الإمارات بالتعبئة ضد قوات الجيش في وادي حضرموت، ردت السعودية بدعم تأسيس ألوية حرس رئاسي لساحل حضرموت الخاضع لسيطرة قوات النخبة المدعومة من أبوظبي. في المؤتمر الصحفي الأخير الذي عقده وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد في موسكو، عبر عن أمله في أن يشهد العام الحالي نهاية الحرب في اليمن، أمل منقوص بنهاية الحرب، فالأهداف التي تدخل لأجلها التحالف لا تزال بعيدة التحقق وخارج دائرة اهتمام التحالف في السنتين الأخيرتين. من زاوية أخرى، يرى البعض أن انسحاب الإمارات انحسار وتخل عن الأطماع لحماية عمقها بالتزامن مع تصعيد عمليات استهداف السفن النفطية والتوتر الحاصل في ممرات الملاحة البحرية في الخليج، تطور ربما يدفع الإمارات إلى التخلي عن أرباحها غير المشروعة في المنطقة ويشغلها بحماية رأس مالها من الحرائق. إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الكاتب والباحث نبيل البوكيري، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة عبر الهاتف. مساء الخير بداية أستاذ نبيل. مساء النور لك مشاهدينا الكرام. أهلا بك. إذا ما رأيك أستاذ نبيل؟ البعض يقول إن التحركات الإماراتية الأخيرة جاءت بإيعاز من السعودية بغرض التكتم عن جرائمهما في اليمن، خصوصا بعد موجة السخط الرسمي والشعبي على دورهما المسيء لليمنيين. هي لا تفرق أولا سواء كانت بإعاز أو بدون إعاز، بالأخير هناك رفض كبير، رفض شعبي كبير وعارم لممارسة الإمارات على امتداد الفترة الماضية، وبالتالي لن يكون من صالحها البقاء بمعنى أو بآخر. فضلا عن ذلك، وهو الذي أريد أن أقوله اليوم، أنا باعتقادي أن
احنا تحدثت اشبه تحدثت اشبه بنكته يعني عن انسحاب القوات الاماراتيه. احنا كنت تحدثي عن انسحاب مثلا الجيش القوات الامريكيه من الخليج والصين تسحب قواتها، يعني نتحدث عن ماذا؟ يعني الامارات وجودها في 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 هذه المناطق هو وجود اشبه بوجود رمزي، يعني من خلال ما دربته وما سلحته وما مولته من ميليشيات خارج مؤسسة الدولة، هذه الإمارات التي تقدم. أما الحديث عن انسحاب القوات الإماراتية وكأننا نحن أمام الجيش الأحمر الروسي، هذا يعني حديث فيه كثير من المبالغات المضحكة إن صح التعبير. الانسحابات التي حصلت هي انسحابات رمزية ربما يعني أبرزها انسحاب يعني أخذها لأجهزة الباتريوت من نعم من الساحل. يعني مثل هذه الانسحابات هي قد ربما قد تكون ايضا بتوافقات سريه مع اطراف كايران او غيرها، يعني او حتى مع جماعه الحوثي. لا استبعد انه في هناك ربما خطوط تواصل مع جماعه الحوثي. بالاخير الامارات ما عندهاش مشكله ان تتعامل مع اي طرف في اليمن، بالاخير هي اتت لهدف واضح ومعين وهي اضعاف وتفكيك الجغرافيا اليمنيه والسيطره والتحكم بالقرار السيادي والقرار الرسمي في اليمن. فهي إن استطاعت أن تتحكم بهذا القرار من خلال جماعة الحوثي أو من خلال الحراك الانفصالي أو حتى من خلال الشرعية، ما عندها مشكلة في هذا. نعم حديثك لكن وكأنه يوضح لنا أستاذ نبيل بأن هناك دولتين منفصلتين في الرأي على الأقل وهما الإمارات والسعودية. يعني الإمارات هل يعقل أن تقوم بأي تحالفات في ظل السعودية؟ يعني هل ستقبل السعودية أن يكون هناك تحالف بين الإمارات والحوثي وهو يهددها كخطر أولي أو قريب للسعودية؟ لا شك أنه لكل دولة لها أجندات خاصة يعني في الملف اليمني، لكن أيضا حتى هم تعاطيهم مع الملف اليمني على امتداد 4 سنوات يكشف أنهم يعني ما عندهمش مشكلة في التعاطي مع أي طرف. مشكلتهم مع وجود دولة يمنية قوية ذات سيادة، هذه المشكلة الخليجية سواء السعودية أو الإمارات. وبالتالي من سيحقق لهم فرصة أن تظل اليمن مفككة ضعيفة مهمشة فهم سيتعاطون معه. لن يوجد أفضل من الحوثي في أن يعطيهم هذه الميزة بعدهم بدرجة ثانية ربما الشرعية بهذا الوضع الذي هم عليه الآن، يعني بقاء الشرعية طوال هذا الوقت وعدم يعني تحديد مصير واضح ل ماهية العلاقة القائمة بينه وبين التحالف، عدم المطالبة بالعودة إلى الداخل أو عدم حضورها إلى الداخل وممارسة سيادتها وصلاحيتها في الداخل. هذا أنا باعتقادي وضع يرضى أي طرف الإماراتي أو السعودي. انسحاب الإماراتي إن صحت هذه المعلومة بدرجة دقيقة، وأنا أشكك في مصداقية هذه المعلومة بالنظر إلى أن الإماراتيين أيضا أنفقوا أموال كبيرة في سبيل بقاء والسيطرة، يعني ومن النخب التي أنشأوها والأحزمة وكل هذه الميليشيات المسلحة خارج مؤسسة الدولة إلا دليل على أنهم يعني باقين فترة أطول في 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 اليمن وفي المناطق المحررة ومستعدين أن يبقوا فترة أطول في ظل وجود فائض من المرتزقة ولديهم فائض من المال. هل يعقل أو يمكن أن يقرأ هذا الانسحاب بأنه أيضا ترتيب، خاصة أنه يقال أنها حلت محلها قوى سعودية لعودة الحكومة فعليا، خاصة أن هناك قبل فترة كان حديث عن عودة الحكومة إلى عدن؟ الحكومة أنا باعتقادي ليس بوسع أحد أن يمنعها من العودة سواء الإمارات أو السعودية أو أي طرف. ما يمنع الحكومة من العودة هي الحكومة نفسها، يعني التطبع مع أجواء غير الأجواء اليمنية ربما هو الطابع الذي غلب عليهم الآن والذي يبقيهم في المنافي ويبقيهم في امتيازاتهم خارج الأراضي اليمنية. أما شيء آخر إنه السعودية ستمنعهم من العودة والإمارات ستمنعهم من العودة حتى وافترضنا وجود حقيقة مثل هذا التحدي أو التهديد، أنا باعتقادي ما هي وظيفة الحكومة اليوم إذا لم تواجه هذه التحديات وتطرح للعالم وللشارع اليمني هذه الحقيقة وتعود إلى ممارسة أعمالها وصلاحياتها؟ أنا باعتقادي اليمنيون في حل من هذه الحكومة ومستغنين عنها وعن خدماتها وعن وظيفتها، وبالتالي يعني أمام اليمنيين خيارات أخرى للبحث عن شرعية جديدة. فهل ستقبل هذه الشرعية أن يصل الحال لهذا الواقع؟
أنا باعتقادي طول أمد الفترة قد يوصل الناس إلى هذا المسار وهذا الخيار. نعم، إذا اسمح لنا أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ عدنان هاشم الباحث المختص بالشأن الخليجي والسياسة الإيرانية من مأرب. مساء الخير أستاذ عدنان. مساء النور، عافية، أهلا وسهلا بك وبالرجل الكريم والمشاهدين الكرام. أهلا بك سيد عدنان. إذا انسحب الإمارات لقواتها ومعداتها العسكرية من عدن والساحل الغربي وصرواح أيضا وإحلال قوات سعودية محلها، برأيك هل هي ترتيبات إماراتية سعودية لتخفف حدة الضغط على التحالف وخاصة السخط الشعبي والرسمي حيال ذلك من الدولة الإماراتي، أم أنه نتيجة خلافات بين يعني أطراف التحالف نفسها بين السعودية والإمارات، أم أن هناك رؤية أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. باعتقادي هناك أكثر من مشكلة تعاني منها الإمارات في اليمن. هناك مشكلة متعلقة بالحكومة الشرعية والشعب اليمني الذي يرفض وجود الإماراتي، وهذا بشكل كبير يؤثر على سمعة الإمارات العربية المتحدة التي تعتمد عليها من أجل الاقتصاد والتجارة العالمية. الأمر الآخر متعلق بالمملكة العربية السعودية وحالة مفاوضات كبيرة بين السعودية والإمارات من أجل بقاء التحالف وبشان عودة الحكومة الشرعية وبشان الهدف الرئيسي من وجود هذا التحالف. وأيضا هناك النزاع بين الإمارات والسعودية على مسألة النفوذ في جنوب اليمن. هناك نقطة أخرى متعلقة بالمشاكل الداخلية للإمارات. خلال العامين الماضيين كانت هناك مشاكل بين حكام الإمارات وحكام أبو ظبي. الإمارات الشمالية الفقيرة تعتقد بأنها تدفع ثمنا باهظا في معركة اليمن، جنودها يقلون هناك، وأيضا هناك الضريبة، وأيضا بقاء الجنود في اليمن، وأيضا ما يتعلق بالسمعة الدولية للإمارات بكونها تحارب في اليمن والتركيز عليها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والسجون السرية. هذا الضغط الكبير يدفع أبو ظبي إلى إعادة سجنها للحرب في اليمن، وأيضا في محاولة إعادة استقطاب حكام الإمارات الأخرى، وأيضا التهدئة مع السعودية. نعم، إذا يعني لكن باعتقادي بأن الإمارات لن تستحد بشكل كامل، سيبقى نفوذها في جنوب اليمن وستحاول أن تثبت وجود قواعد عسكرية طويلة الأمد. لا يمكن أبو ظبي أن تخاطر بخروجها من اليمن لعدة اعتبارات، النفوذ في القرن الأفريقي، وأيضا وجود الغاز في المناطق الجنوبية الشرقية للبلاد. يعني أفهم كلامك أنه مجرد تخفيض لوجودها في اليمن لتعزز دفاعاتها، يعني ربما هل الأمر علاقة بالهجمات على ناقلات النفط قبالة سواحلها وخليج عمان؟ لا، ليس الأمر علاقة بمسألة التوتر مع إيران أو بشأن ناقلات النفط الموجودة في الخليج. يمكن هذه اعتبارات أخرى بعيدة جدا عن ما يحدث داخل اليمن وعن الأمور المتعلقة بمشاكلها مع التحالف ومشاكلها الداخلية. الحكام الإمارات الشمالية يعتقدون بأن أبو ظبي تجرهم إلى مستنقع كبير سيدفعون ثمنه باهظا في المستقبل. اليمن هي جوار الخليج، وأيضا هي عنق استراتيجي كبير للعائلات والشيوخ الإمارات، من معظم هؤلاء يرتبطون باليمن إما من ناحية العائلات أو من ناحية التجارات والاستثمارات. هناك من يرى الأمر أستاذ عدنان بأنه مجرد انسحاب رمزي، وجود الإمارات فعليا هو عبر ميليشياتها المسلحة، وربما يعني يقف مع هذه الرؤية ضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ نبيل البوكيري، حيث أن يعني طالما وأيديها موجودة عبر الأحزمة والتشكيلات العسكرية التي دربتها وتساندها، فلا يعتبر انسحاب فعلي. وبالتأكيد الانسحاب فعلي. تملك الإمارات أكثر من 65,000 مقاتل يمني يدين لها بالولاء. هي تملك أيضا 1500 مقاتل إماراتي موجودون حتى اللحظة في عدة قواعد عسكرية في الغرب وفي الجنوب. هي تملك أيضا مجموعة من فرقة المتزقة التي تدرب قوات جديدة. هي أنشأت لواء جديدين في الضالع وفي لحج.
الامارات لا تنسخ عمل اعاده الموضع، حاولت تهدئه التوترات الداخليه الخاصه بها، وايضا التوترات مع المملكه العربيه السعوديه. اما الحديث ان الامارات لن تنسخ حد من اليمن بهذه السهوله، اعتقد بانه لا يمكن ان تنسخ الامارات بهذه السهوله. تفكير حكام ابو ظبي هي المزيد والمزيد من الحصول على مكاسب استراتيجيه في اليمن، وايضا بقاء قواعد عسكريه طويله الامد كاسبرتا جديده. نعم، إذن سحب القوات يعني كما تحدث سبق، وربما تصعيد الانتقالي وتحذيرات أيضا من انقلاب وشيك على هادي ومؤسسات الشرعية، يعني هل يمكن القول أن الإمارات الآن بيدها فعلا ميليشيا تستطيع تحريكها وقت ما شاءت، وبالتالي فإن انسحابها لن يضر المشهد؟ باعتقادي بان الميليشيا الانتقالي وايضا الميليشيا التابعه للامارات لا تستطيع ان تتحرك بدون غطاء جوي، وهذا يؤكد ان الامارات ستبقى مده طويله في اليمن. الامارات ستحرك ادراعها متى ما رات الفرصه مواتيه وكبيره من اجل تحقيق طموحاتها. عندما تصل مع السعوديه الى طريق مسدود تتحرك هذه القوات، وعندما تصل الى تفاهمات مع السعوديه بشان مناطق النفوذ ستحرك هذه الميليشيات وسيبقى نفوذها في عدن وفي حضرموت وفي شبوه. الامر لا يتعلق بعمليه انسحاب بقدر ما هي عمليه اعاده تموضع، وايضا عمليه تهدئه خارجيه الغرض منها هو بقاء ابو ظبي في اليمن اكثر، وللمزيد من المناوره والحصول على مكاسب جديده. نعم، اذا شكرا جزيلا لك عدنان هاشم الباحث المختص بشان الخليجي والسياسه الايرانيه. دعني اسالك استاذ نبيل، يعني دول دخلت إلى اليمن بطلب من هذه، هل يعقل أن تنسحب بشكل أو بآخر دون علم الحكومة بما الذي يحدث بالضبط؟ هل هو انسحاب نهائي، انسحاب جزئي، ما وراءه؟ أين الحكومة شرعية من هذا كله؟ وكأنها يعني عمليا هي مغيبة عن المشهد. أولا، مسألة الإمارات هي مسألة خارج سياق طلب الدعوة الحكومية لانضمامها لإسقاط الانقلاب واستعادة الشرعية. الإمارات دخلت وفقا لاتفاق مع المملكة العربية السعودية. الرئيس هادي لم يطلب من الإمارات ولا طلب من غير الإمارات ولا من غيرها، هو طلب من المملكة العربية السعودية الذي وصلها بعد خروجه من اليمن، طلب منهم التدخل في الحال اليمنية. وبالتالي اليوم أنا باعتقادي الإمارات أيضا هي أتت لأهداف واضحة، أهداف وأجندات واضحة، هي وقفت منذ اللحظات الأولى وتمثل هي رأس الحربة في مسألة الثورة المضادة ضد ثورات الربيع العربي وما مما فيها اليمن أيضا. وبالتالي انسحابها أو بقائها أنا باعتقادي هو يخرج في إطار أو يعتمل خارج إطار هذه الاتفاقات وخارج إطار هذه المتعارف عليه. لكن أيضا وهي يعني مهم أن نشير لهذه النقطة تحديدا، وهي أن الحكومة الشرعية أيضا اليوم أمام هذا العبث اللي تمارسه الإمارات في المناطق المحررة تبتلع الصمت، يعني ولا يكاد يذكر لها أي موقف إلا باستثناءات بسيطة نراها من بعض المسؤولين الذين يقولونها على أحيانا على بحياء شديد، مع أن العبث بلغ ذروته. هذا العبث تمثل بإيجاد كيانات وهياكل وأطر وميليشيات خارج مؤسسة الدولة تمارس سيادة الدولة وتنتهكها في كثير من المناطق، وتمارس سيادة ودور المؤسسات الدولة كما هو الحاصل في عدن وفي غيرها من المناطق. وبالتالي هذه الإشكالية اليوم تتحمل جزء الأكبر منها الحكومة الشرعية، الحكومة الشرعية التي هي مسؤولة أمام اليمنيين ومسؤولة أمام العالم باعتبارها هي الممثل الشرعي الوحيد لليمنيين. فكيف تأتي بالإمارات خارج إطار هذا المتعارف عليه في الاتفاق أو في الطلب المرفوع للحكومة السعودية من قبل الشرعية، وتأتي وتمارس هذا الدور بكل هذه البجاحة دون أن تقول لها الحكومة الشرعية مثلا يعني يجب أن تقفوا عند حدكم؟ لكن بلعوا الطعم الحكومة الشرعية واستمرت في التعاطي مع الأمر الواقع بهذا الشكل الذي أوصلنا إلى هذه المرحلة. بعد 4 سنوات هناك سلطات موازية للحكومة الشرعية في المناطق المحررة وهي الأكثر حضورا من الحكومة الشرعية، وهذه للأسف معادلة مختلة ومعادلة تصل في أمام التحقيق السياسي والقانوني بالحكومة الشرعية إلى مرحلة الخيانة. كيف تمكن يعني لدولة أجنبية في أن تعبث بأمن واستقرار وأجهزة الدولة بهذا الشكل الذي رأيناه في المناطق المحررة؟ نعم، إذن أستاذ نبيل، هناك من يقول أيضا أن الضغوط الرسمية
التي لم تظهر إلى العلن النور. ربما أنت كنت معي ضيف في إحدى الحلقات وتحدث أحد أطراف الحكومة بأن هناك رسائل تتم من قبل الرئيس هادي ومن قبل الحكومة حول ما يحدث من عبث من قبل الإمارات. يعني هذه الضغوط يعني التي توجهت إلى السعودية بصفة قائدة التحالف أدت إلى إعفاء الرياض لأبو ظبي من دورها، هل يمكن قراءة السيناريو من هذا الاتجاه؟ طبعا كل المؤشرات التي لدينا او حتى الموجوده على الارض يعني او في الواقع لا تؤشر مثل هذا السياق ابدا. يعني اولا لانه القضيه ليست متعلقه برسائل ايميلات او حتى رسائل ورقيه يتم التعاطي معها بهذا الشكل. نحن ما نلحظه الان. صحيح في يعني تستطيع تقولي انه في راي عام ايضا مدعوم من قبل الشرعيه لرفض وجود الامارات في المناطق المحررة والطرد الإمارات، لكن هذا أيضا يتبناه ناشطون محسوبين على الشرعية وعلى غير الشرعية يعني كرأي عام يمني، لكن لم نرى مسؤول حكومي يطلع ويتحدث بهذا الشكل. بل بالعكس يعني هناك أيضا الشرعية اليوم أصبحت منقسمة بشكل كبير. يعني مثلا تشوفي مثلا مسؤولين محسوبين على الحكومة الشرعية ومحسوبين على قرارها السياسي ويدافعون باستماتة على الإمارات ويدافعون أيضا على أخطائها وعلى إشكاليتها التي تحدثها في المناطق المحررة. نحن أمام فوضى وعبثية في مسار هذه الشرعية وفي خطابها وقرارها السياسي. برأيك لما لم تحسم الشرعية موقفها مع الإمارات رغم كل ما حدث؟ ونعلم تماما أن لا الرئيس هادي ولا الحكومة يوافقون على ما يحدث فعليا، ولكن هناك صمت لا يمكن تفسيره حقيقة. هذا الصمت هو نتيجة لعدم تجانس الفريق الرئاسي أو الفريق الشرعية. الفريق مفخخ بكثير من الإشكالات، منها بعض المسؤولين محسوبين على الإمارات وهي اللي دفعت بهم إلى واجهة الشرعية وبضغط منها على متخذي القرار، واليوم هي تحصد نتائج مثل هذه العبثية والفوضى. يعني أنه نحن لدينا أمام فريق غير متجانس في الحكومة الشرعية. هذا الفريق من نتائجه الكارثية اليوم هو هذا الارتباك في الخطاب السياسي، الارتباك في الأداء السياسي، الارتباك أيضا حتى على مستوى سير المعركة على الأرض. وبالتالي نحن أمام إشكالية عويصة فيما يتعلق أيضا حتى بفريق الشرعية نفسه، أنه فريق غير متجانس ويحمل أجندات مختلفة ومتضاربة، وبالتالي هذا أدى إلى هذه الركاكة وهذا الضعف والهشاشة في أداء الشرعية. إذن يعني مثلا تفجير أنابيب النفط بشبوة والتحركات العسكرية للنخبة الشبوانية، ما يمارسه أيضا وكلاء الإمارات في سقطرة وعدن من عبث ومن محاولة استفزاز عديدة، هل يمكن أن نقرأ بأن الإمارات ترمي بآخر أوراقها قبل انسحابها؟ كما قلت لك أنا بداية، مسألة الانسحاب هي مسألة يعني إعلامية أكثر منها حقيقية، والدليل على ذلك هو ما نراه. يعني مثلا تفجير أنابيب النفط والغاز في شبوة، على ماذا يدل؟ على ماذا يؤشر هذا؟ هذا يؤشر على أن الإمارات دخلت لتبقى، وأنها تقول أن الأدوات التي صنعتها في الفترة الماضية ستعصد المسرح اليمني والمشهد اليمني، يدخل اليمن في مأزق حقيقي في على مستوى يعني الأمن والاستقرار وعلى مستوى هذه المشاريع البسيطة الموقفة منذ 4 سنوات. يعني الذهاب إلى تفجير أنابيب النفط والغاز هذه لا يقوى عليها إلا واحد لديه أدوات ثقيلة في وخاصة هذه المنشآت تقع في مناطق حيوية وفيها قبائل، ويفترض أن كل قبيلة تحمي هذه المنطقة على افتراض غياب مؤسسة الدولة في هذه المرحلة. لكن العكس تماما الذي جرى، تم تفجير هذه الأنابيب وهي رسالة واضحة للحكومة الشرعية ولليمنيين تحديدا جميعا بغض النظر عن الشرعية، أنه يعني هم قادرين على أن يبقوا وقادرين على أن يعبثوا بهذا المشهد. وما هذه إلا رسالة أولى ورسالة بسيطة فيما يتعلق بقدرتهم على إحداث الفوضى. نعم، إذن اسمح لنا أن ينضم معنا الخبير العسكري عبد العزيز الهداشي عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ عبد العزيز. مساء الخير والعافية. إذن ما هي قراءتك أستاذ عبد العزيز لانسحاب القوات الإماراتية من عدن والساحل الغربي وسرواح؟ أولا أنا أشك بحقيقة الانسحاب. ثانيا هل هو عادة انتشار أم انسحاب؟ ثالثا هل هو انسحاب أم تجليس القوات؟
لا لا لا، حقيقة أنا أتفق مع الضيوف الذين سبقوا لي. أولا الإمارات عدد قواتها في اليمن محدود، يعني من حيث العدد هي قوات نوعية، قوات لإدارة عدن، أو هي قوات رمزية ولتشغيل البطاريوس في مارب. يعني هي لا تشارك يعني بجحافل ب10,000 مقاتل أو ب20,000 مقاتل، هم لا يتعدوا ال2,000 مقاتل بالكثير، يعني كحالة قصوى. فسحبهم لن يؤثر على المشهد العسكري، لكن هل سوف يتم سحب، هل سوف تنسحب الإمارة تماما وتكف يدها عن اليمن سواء إيجابا أو سلبا؟ هل شغلة ثانية، هل سوف تنسحب من اليمن وتدير وتشارك من خارج، كما مثلا على سبيل المثال لا توجد قوات إماراتية في ليبيا، رغم هذا هي الدينامو والمحرك لخليفة حفتر على سبيل المثال الحصر. الإمارات عندما تنسحب هل سوف تعتمد على حلفائها أو أتباعها؟ هذا شغلة ثانية. لكن أنا أقول إذا انسحبت الإمارات انسحاب جوهري، يعني بمعنى تنسحب انسحاب كلي من اليمن بكافة التشكيلات بكافة القوات وتكون في يدها على اليمن، هنا أعتقد سوف تحصل كارثة. يعني أنا لا أميل إلى الدولة على أن الذي سوف يحصل أنه يعني لصالح الشرعية، بالعكس سوف ينهار الساحل الغربي تماما، سوف يعود الحوثي إلى سوف يعود الحوثي إلى 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 الجنوب أو إلى مناطق في الجنوب. حقيقة لا يوجد جميع التشكيلات التي قاتلت الحوثي سواء الشرعية أو الشرعية أو المجلس الانتقالي الجنوبي أو المقاومة الجنوبية، جميع التشكيلات لا تمتلك مخزون من الأسلحة يكفيها للقتال لمدة شهر. ففي حال كان الانسحاب حقيقي شامل كامل فسوف تكون كارثة. من الذي سوف يغطي القوات التي في الساحل الغربي؟ الساحل الغربي هذا سوف ينهار خلال أيام أو خلال أسابيع بالكثير. المعارك الضارة أثبتت الحاجة إلى الإمارات، فلولا الدعم الإماراتي بالأسلحة وتدخلت يعني بقبضها وقبيضها وبكامل قوتها لانهار الجبهة الضارة. لكن إذا كان الانسحاب شكلي، أنا أفضل التعامل مع الأصيل وليس مع الوكيل. الأفضل أن إذا كان الانسحاب شكلي الأفضل أن تبقى، لكن أن تنسحب ثم تدير الصراع من خارج الحدود هذا أمر سيء. ما أن يكون الانسحاب حقيقي وهذا في حد ذاته كارثة، لأنه لا توجد قوة تغطي قوتها، ولا يوجد دعم وإسناد يغطي بعض الجبهات مثل جبهة الساحل الغربي. لا نستطيع إنكار أن الإمارات دور إيجابي في هذه الجبهة، ولولا الإمارات يعني ما حصل في هذا الجبهة في جبهة الساحل الغربي شيء. لكن السؤال، هل هو انسحاب شكلي أم انسحاب جوهري؟ إذا كان انسحاب جوهري فهذه مشكلة، وإذا كان انسحاب شكلي فالمشكلة سوف تكون أكبر من ذلك. نعم نعم، إذا ابقى معنا أستاذ عبد العزيز. ما رأيك أستاذ نبيل يعني خاصة في مسألة الدور الإماراتي في الساحل الغربي؟ الدور الإماراتي كان واضح منذ البداية أنه دور خارج إطار الحكومة الشرعية. نحن رأينا كيف أنشأت تلك الوحدات العسكرية أو الميليشيات أو سميها ما شئت، وكان كلها تتم خارج إطار المؤسسات الشرعية وخارج إطار حتى سيطرة وقرار المؤسسة العسكرية، سواء ما تعلق بألويات العمالقة أو ما تعلق أيضا ب ما سميت بعد ذلك بالقوى الوطنية أو المقاومة الوطنية التي بقيادة طارق صالح. كل هذه القوات أيضا لا تمت إلى الشرعية بالصلاة، وبالتالي نحن وصلنا إلى مرحلة إشكالية خطيرة فيما يتعلق بتبعية هذه الوحدات العسكرية، وأي قرار سياسي أو من أي طرف تستمد قرارها العسكري والسياسي. وبالتالي هذه الإشكالية يعني بدل أن تساهم في حل هذه الإشكالية، الإمارات ساهمت في خلق مشكلة كبيرة. هذه المشكلة تتمثل اليوم يعني حتى لو صدق قرار الانسحاب هذا سيخلط الأوراق كثيرا فيما يتعلق بعد ذلك بماهية الصراع في داخل هذه الوحدات أيضا. من يعني الفراغ الذي سيحدث يعني نتيجة لوجود عدم قيادة إمداد وسيطرة وقر، يعني ستبقي هذه القوات يعني أشبه بقوات مرتزقة ممكن ترتهن لأي ممول خارجي.
هل يمكن ذلك؟ يعني هل يعقل أن تخسر كل تلك المبالغ وتدريب وتأهيل لكي تسحب يدها منهم، أم أنها زرعتهم فقط ليظلوا يدها حتى وإن انسحبت؟ أنا قلت هذا منذ البداية، قلت أنهم يعني المسألة هي مسألة إعلامية أكثر من حقيقية. بعد الإمارات القوات التي أتت اليمن لا تتجاوز 1500 عسكري وموزعين على امتداد المناطق كخبراء واستشاريين في عدن وفي المكلا وفي سقطرة وفي وكان موجودا مهم مجموعة في صرواح أيضا والساحل الغربي، وبالتالي الحديث عن وجود قوات وانسحابها هي نوع من البروباغندا ودعاية الإعلامية أكثر من حقيقة واقعية. إذن عند هذه النقطة برأيك أستاذ عبد العزيز، ما الذي ستستفيده الإمارات من هذه الدعاية الإعلامية بأنها انسحبت شكليا، يعني خاصة أنه نحن نتحدث عن سبات عسكري في الجبهات حقيقي، يعني ألا يتوجب تحديد يعني موقف من هذا الوجود الإماراتي؟ أولا حاجة أنا أتفق مع أغلب ما ذكرها ضيفك الكريمة في الاستوديو، لكن الذي أنا أريد أن أقوله الانسحاب في حد ذاته، من الذي سوف يسد الفراغ؟ من الذي سوف يمول الجيش؟ من الذي سوف يعني في أكثر من إشكالية يعني سوف تحصل. لكن بالنسبة للانسحاب أعتقد أنها من باب المناورة الإعلامية أو المناورة السياسية، أو لو قلنا من باب الدلال أكثر ربما على الأخوة في السعودية، لكن حقيقة لا أتصور أنهم سوف ينسحبون انسحاب حقيقي، ولو انسحبوا سوف يكون الانسحاب شكلي بحت بحيث يدير المشهد من خارج من خارج الحدود. لكن ضيفك الكريم في الاستوديو يقول انه التشكيلات في الساحل الغربي خارجه عن اداره الشرعيه خارجه عن اداره نفسها وخارجه عن سيطره نفسها. الشرعيه الان هي التي همشت نفسها، ولو كانوا رجال دوله في الشرعيه ورجال يشعرون بالمسؤوليه لفرضوا اجندتهم على التحالف ولا فرضوا شروطهم على التحالف. نعم، لكن أيضا لا نستطيع القول أن هذه التشكيلات العسكرية أنها تابعة للجيش الوطني، حتى يعني على الأقل حتى وإن أخرجت الشرعية نفسها من الإطار، لكن لديها جيش وطني يحتكم بها. ما تدعمه الإمارات لا يحتكم لا بالجيش الوطني ولا يحتكم إلا الإمارات عمليا. لا يوجد في الحقيقة، دعونا نبالغ، الجيش الوطني الذي تقصد به هو الجيش الوطني الموجود في مأرب، بقية التشكيلات أو إلى حد ما في تعز. الجيش الوطني في الوطني الذي تقود وزارة الدفاع من مأرب هو عبارة عن جيش كرتوني، واعترف وزير الدفاع بنفسه وهو جيش مناطقي يجمع قياداته من مناطق معينة من مناطق محدودة، وأشبه بالجيش المناطقي أو الجيش الطائفي. حقيقة لا وجود له، ولم يقدم معارك حقيقية، ولو لنبالغ إذا كانت أحد الألوية العسكرية تقاتل مع الحوثي وتستلم رواتبها من الشرعية، يعني اللواء 30 مدرع في حمك كان يقاتل مع الحوثي ويستلم رواتب من الشرعية بنسبة يعني تقريبا 80% قاتلوا مع الحوثي. وهناك الكثير من هذه الألوية أو الوحدات يعني موجودة فقط على الكشوفة ليس إلا. الجيش الوطني لماذا لا يفرض أجندته ويتقدم في جبهات حاسمة فاصلة مثل جبهتنا؟ سوف نقول ان التحالف هو الذي يمنع، اذا فالكل تابعين للتحالف العربي سواء كان السعوديه او الامارات هو الذي يمنع تقدمه فينا، اذا فالجميع تابعين لا متبوعين. كان يفترض بالشرعيه ان تفرض على التحالف العربي ان يكون داعم ومساند لقراراتها، لا ان تكون هي تابعه لقراراته. حقيقه يعني انا اؤيد اي قوه تقاتل الحوثي، وللعلم والاحاطه القوات التي انتصرت على الحوثي حتى من قبل عاصمه الحلب هي قوات يعني مقاومه شعبيه وجهد شعبي، او القوات التي انشاتها الامارات من يوم تشكل الجيش الوطني لم يحقق اي انتصار يذكر. القوات التي وصلت الى فرضتنا في عام 2015 اي بعد 4 شهور او 5 شهور من بدايه الحرب كانت مقاومة شعبية من مأرب ولم تكن جيش وطني. الجيش الوطني استطيع اقول انه اصبح عبء على المقاومات على جميع المقاومات. لو تلاحظي جبهة قانية
موجود 9 ألوية عسكرية، 9 ألوية عسكرية ما بين وحدات وكتائب ومسميات، وعدد المقاتلين 65 جندي. نعم، إذا دعني أنقل هذه الفكرة لضيفي هنا في الاستوديو الذي استمع إليك. يعني عمليا هو يتحدث بأن لا أحد يتبع الشرعية، الجميع تابع إما للسعودية أو للإمارات، وكل بلد تلعب بما يتبعها كيفما تشاء أو حسب المصلحة التي تسيرها. أنا أختلف في هذه النقطة تماما مع، وخاصة فيما يتعلق بالمقاتلين على الأرض. المقاتلين على الأرض أنا باعتقادي يعني الوعي والقضية واضحة لديهم وضوح كبير. الإشكالية تكمن في أن القيادة الشرعية هي العاجزة، هي التي لم تعمل على مستوى هذه المعركة، لم تكن على مستوى هذه المرحلة التاريخية المهمة والوطنية. وبالتالي الإشكالية المقاتل الموجود على الأرض هو مقاتل، وخاصة أنه نعرف أن هذه أن جزء كبير جدا من هذه الوحدات وهذه التي شكلت هي تضم المقاومين وتضم المقاومة الوطنية والشعبية والقبائل وما إلى ذلك، وجزء كبير جدا من الذين لم يرضوا ولم يرضخوا للحوثي في مناطقهم وفي المؤسسات العسكرية وانسحبوا إلى هذه المناطق للقتال، ويعني يظلون شهورا طويلة بدون رواتب وبدون أي وجود لأي سلطة تدعمهم وتعمل على إدارة المعركة أو تسهيل المعركة وقيادة المعركة لهم. وبالتالي الإشكال ليست في هذا الجيش، الإشكالية تكمن في رأس الشرعية التي ذهبت إلى المنافي ونست أنها في معركة، ونست أيضا أن هناك معركة وطنية وأن هناك جيش يتشكل وأن هناك واقع جديد ومختلف يجب أن نكون عند مستوى هذا الواقع الجديد. وبالتالي الإشكالية تكمن كما قلتنا في رأس الشرعية، هناك فراغ موجود وهناك فشل موجود، هذا الفشل تتحمله السلطة الحاكمة أو السلطة الشرعية اليوم الموجودة في المنافي والشتات، إما أن تكون عند مستوى هذه المرحلة أو أنها تخلي المجال لغيرها، فهناك الكثير من الكفاءات والقيادات التي ممكن أن تصنع الانتصار في هذه المرحلة. إذا أستاذ عبد العزيز، ألا توجد مخاوف من استلام وتسليم حوثي إماراتي، خاصة هناك من يتحدث أن الإمارات ومثل الكثير من الدول هي تسعى وراء يعني مصلحتها الشخصية ولا يهمها مع أي طرف تتحدث في الداخل لتكسب فقط وجودها هناك؟ أولا الإمارات نفترض أن لديها النية هذا، الإمارات لم تجب أن تقوم بهذا الخطوة يعني من السعودية خوفا من السعودية، لنفترض هذا فرضيات وجدليات. ثانيا أن أعتقد القوات المقاتلة مثلا في الساحل الغربي بين قوسين السلفيين هم يعادوا التحالف مع الإمارات حلف ضرورة لمقاتلة الروافض حسب تصنيفهم. ثالثا المناطق في الجنوب كان انطلاقهم أو قتالهم للحوثية ذوي دوافع مناطقية، فلن يسلموا للحوثي مباشرة، ممكن يحصل تفاهم مع طارق عفاش أو أحمد علي عبدالله الصالح، تفاهم مرحلي أو تحالف مرحلي، لكن أن يسلموا للحوثي مناطقهم هذا لا أتصوره. وليس هناك ضحايا كثير وهناك أسر يعني تسكن لا بيت يخلو إلا وفيه شهيد أو جريح أو أسير أو شريد، فلا أعتقد أن هذا الأمر سيتم حتى لو أرادت الإمارات ذلك، إما خوفا من السعودية أو لأن القوات المتحالفة معها سوف تتخلى عنها. عودة إلى ما ذكر الأخ الكريم على أن المشكلة في هرم الشرعية، أنا أتفق معه على أن المشكلة في هرم الشرعية فعلا لم تكن عند مستوى المرحلة ولا على مستوى الحرب ولا على مستوى المعركة. الشرعية يعني تتلاشى يوما بعد يوم، للتذكير فقط يعني الشرعية للآن معتمدة 100% على التحالف العربي حتى على علب الفول. نتذكر قبل عدة أشهر أن الجيش الوطني أعلن رئيسة الأركان أن الجيش الوطني يعاني من الجوع نتيجة عدم توفر المواد الغذائية. أقول الكارثة في حال انسحاب التحالف العربي انسحاب مفاجئ. الانسحاب المفاجئ هذا سوف يولد فراغ، لا توجد لدينا ذخيرة في أي جبهة كافية لمدة شهر، بينما الحوثي يقاتل مدة 5 سنوات. الشرعية لم تسعى لشراء أي صفقات سلاح، ولو أرادت لفرضت أجهزتها على التحالف واشترت، يعني لو هناك إرادة وعزيمة لم تشتري أي ذخيرة، ليس لديها أي مخازن تمويل غذائي تكفيها لعدة أشهر.
في حال انسحاب التحالف العربي بشكل كامل او حتى او جزئي حتى الامارات سوف تحدث كارثه على الجيش الوطني باكمله. الشغله الثانيه التي احب ان اقولها انه حتى الانسحاب من الناحيه القانونيه لا يتم الا بالتفاهم مع الشرعيه. لو تتذكري انسحاب امريكا من العراق تم بالتفاهم مع قوات داخل العراق، والان امريكا تريد ان تنسحب من افغانستان وتقوم بمفاوضات مع طالبان ومفاوضات مع الحكومه السلطات الحاكمه في كابول. لا يوجد انسحاب، حتى بريطانيا عندما انسحبت من عدن سلمت للجبهه القوميه. لا يمكن حتى الانسحاب لا يمكن ان يكون الا بالتفاهم مع الشرعيه. الانسحاب المفاجئ هذا هو يعتبر نوع من الغدر والخيانه. نعم. نعم، اذا شكرا جزيلا لك استاذ عبد العزيز الهداش الخبير العسكري، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. اعود اليك استاذ نبيل، برايك ما علاقه كل ذلك بالتهديدات الامنيه الناتجه عن تزايد التوترات بين الولايات المتحده وايران؟ بطبيعه الحال المنطقه كلها على صفيح ساخن، لكن ايضا انا باعتقادي يعني تنبؤات المواجهه الايرانيه الامريكيه وفشل التنبؤات هي اثبتت انه فعلا ليس هناك معركه لدى الامريكان مع الايرانيين بعد فشل فكره المواجهه على مضيق هرمز وبعد اسقاط الطائره الامريكيه من قبل الايرانيين. وهذا ما كنا نقوله دائما، انه لا يمكن ايران ان تدخل او امريكا ان تتورط مع ايران، وخاصه ان هناك تفاهمات كبيره وخطيره وطويله المدى بين الطرفين في العراق وفي سوريا وفي كثير من المناطق. اليوم انا باعتقادي انه يعني الحديث عن فزاعه انه هناك مواجهه على في الخليج العربي وعلى مضيق هرمز، وان الامارات تستعد تنسحب لتغطي هذا الفراغ ولمواجهه هذه التطورات، انا باعتقادي هذا بعيد عن كل البعد عن الواقع الحقيقي في هذه الاثناء. وبالتالي انا باعتقادي لا يوجد اي علاقه، وخاصه انه احنا امام اشكاليه اعلاميه اكثر منها حقيقيه فيما يتعلق بممارسات الامارات في اليمن. الامارات بنت يعني ميليشيات كبيره العدد والعده ولن تنسحب في اليمن بسهوله، هي ستظل تعبث بهذا المشهد، وخاصه ان هناك فراغ كبير، هذا الفراغ يتمثل في ضعف الشرعيه وهشاشتها وعجزها وفشلها. الحل الوحيد في اليمن اليوم هو في هذه الشرعيه التي تمثل بالنسبه لليمنيين الداء والدواء، اما ان تصلح هذه الشرعيه نفسها وتعود لتقاتل في صف في 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 الداخل لسعاده مشروعيتها وسعاده وطنها، او انها ستذهب الى مزبله التاريخ وستنتهي، وسيعمل اليمنيون على ايجاد خيارات وبدائل مختلفه مثل ما اوجدوها لحظه سقوط صنعاء في اغسطس في سبتمبر 2014. نعم، اذا استاذ نبيل لو قرانا بصوره سريعه ما السيناريوهات المحتمله بعد هذا الانسحاب سواء كان شكلي او حقيقي، يعني أمام المشهد اليمني سواء الحكومة أو علاقتها بالتحالف؟ أنا لازلت على فرضية أن الانسحاب هو شكلي فقط وإعلامي أكثر من حقيقة، وخاصة أنه أي انسحاب بهذا الشكل أنا باعتقادي أنه لن يتم بهذه الصيغة. هناك أي انسحاب مهما كان هو يتم وفق اتفاقات ووفق يعني استلام تسليم، وبالتالي سيصعب مثل هذا التسليم أو مثل هذا الواقع في وصف ما يجري في المناطق المحررة. هي مسألة إعلامية وورقة من ورق الإمارات تلعب بها في هذه المرحلة، لأنها تختبر، أنا باعتقادي تختبر ما لديها من ميليشيات. كما رأينا اليوم هناك استعدادات، طبعا الآن الأخبار تقول على أن هناك استعدادات لميليشيات ما يسمى بالنخبة الشبوانية لاقتحام عتق من إحدى بواباتها ومن إحدى الجهات، في 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 خاصة انه راينا قبل ايام اجتماع لمشايخ ومسؤولي شبوة وخروجهم باتفاق يرفض مسألة الاقتتال بين ابناء المحافظة. اليوم انا باعتقادي هذا المؤشر هو يؤشر على فرضية او على اكذوبة مسألة انسحاب الامارات من المناطق الجنوبية. وبالتالي السيناريو الاكثر يعني حتى ولو افترضنا أسوأ السيناريوهات انه ستنسحب الامارات، انا باعتقادي اليمنيون يعرفون جيدا كيف يديرون هذه المرحلة،
تضحياتهم، رأينا كيف عادوا وقاوموا لحظة سقوط الدولة في سبتمبر 2014، وصمدوا ولم يأتي التحالف إلا ليقتطف ثمرة ذلك الانتصار، كما رأينا في معركة عدن التي ضحى فيها أبناء عدن وقدموا الكثير، وفي لحظة الانتصار أتت الإمارات وخطفت هذا النصر وعاثت فسادا بعد ذلك في عدن. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل البوكيري الكاتب والباحث، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكركم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.